انعقد مجلس جامعة عين الشقاف بتاريخ 2 ماي 2019 في إطار دورته العادية، وحيث ناقش وتدرس مجموعة من النقاط ما يزيد على 14 نقطة. النقطة الأولى تتعلق بالاستعدادات للاحتفال بعيد عرش المجيد. هذا الاحتفال دائما الذي يمر في أجواء طيبة وممتازة، ومن خلال المناقشة تم تكوين لجنة التي ستسهر على هذه الاستعدادات حتى تكون في المستوى اللائق بهذا الحدث العظيم. كذلك هناك تمت المصادقة والمناقشة على اتفاقية تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب، وأعطينا الأهمية الكاملة بما أن جميع الدواوير في حاجة ماسة إلى هذا الماء الصالح للشرب، وأعطينا الأهمية على تسريع الوتيرة لإنجاز هذه الأشغال، خصوصا وأننا نحن مقبلين على فصل الصيف. كذلك ناقشنا بعض الاتفاقيات المتعلقة بالفرق الرياضية، وهذه الاتفاقيات تم تأجيل النظر فيها لأن كانت هناك مذكرة وزارية تنص على أن هذا الدعم يجب أن يخصص في إطار تقنية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كذلك كان هناك تحويل اعتماد، وهذا الاعتماد الذي سيتم تحويله من أجل اقتناء السيارة للدرك الملكي، وكذلك لحفر بعض الآبار. هذه بعض النقاط التي تطرقها، وفي الأخير تم رفع برقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكراً.